كذا هلاقي ان في 20 30 شارع في جمهوريه مصر العربيه بنفس الاسم، وبالتالي يحصل مشاكل في تسجيل، يحصل مشاكل في ادخال المرافق، يحصل مشاكل في التعامل مع الجهات الحكوميه. نعم ده نمره واحد. انا كده بازيل زي بالضبط الرقم القومي للمواطن، بدل ما اقول انا اسمي كذا ويحصل في تشابه اسماء وتداخل، انا بقول رقم متفرد. كل عقار له هذا، كلمة عقار أنا أقصد بيها شقة أو محل، مش عمارة. كل شقة داخل كل عمارة، مش البيت، لا كل شقة. شقة كل شقة أو لو عندي مثلا مركز تجاري، كل محل هيكون له رقم. رقم. الغرض إن أنا أقدر أقنن المنظومة العقارية وأحصرها بشكل محوكم. المسألة الثانية إزالة اللبس والعوار في البيانات والعناوين. ده بالنسبة لموضوع الرقم القومي. بالنسبة للمنظومة يعني المقترنة بها وهي منظومة التراخيص، طبعا الغرض منها هو يعني حوكمة وضبط هذه المنظومة اللي ربما شبه يعني كثير من الخلل في بعض الفترات السابقة، أدت إلى اختناقات مرورية، إلى أزمات في المرافق، إلى وجود مباني كثيرة مخالفة كلنا يمكن بنشاهدها ونعاني منها أينما كنا نقعد. الهدف هو تفضل. الهدف هو إزالة هذا العوار وإعادة الانضباط والحوكمة لمنظومة تراخيص. هل بصراحة طرح في هذا الاجتماع ان احنا عندنا حصر ولا ما عندناش، ولا عندنا جزء من حصر الثروه العقاريه في مصر؟ لا، عندنا حصر الثروه العقاريه في مصر. كام؟ كامل. يعني الارقام يعني مش في ذهني، ولكن الزملاء في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء استعرضوا هذه الارقام امام دوله الرئيس والساده الحاضرين، وربما تكون موجوده على موقع الجهاز. عندنا حصر بعدد العمارات، بعدد المنازل، بالاراضي الفضاء المملوكة للدولة، بأراضي الفضاء المملوكة للمواطنين، المصور منها والغير مصور. لا بالعكس، عندنا حصر كامل ومصنف لهذه العقارات. طب احنا عندنا هنبدأ امتى، ازاي، فين، هنبدأ منين الاول؟ احنا بالفعل بدأنا في موضوع الرقم القومي للعقار. هناك مجموعة من اللجان او فرق العمل، هناك لجنه من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بالاشتراك مع وزاره الاتصالات، وزاره التخطيط، المساحه العسكريه، ووزاره الاسكان، وزاره التنميه المحليه، ل يعني الاتفاق على موضوع الرقم القومي للعقارات. هناك لجنه ايضا يتراسها معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لضبط التعديلات التشريعية التي لابد أن تقترن بهذه المنظومة الجديدة. هنعمل تشريعات جديدة تواكب التغير ده؟ هتعمل تشريعات جديدة وهتعدل تشريعات، لأن كان تعليمات دولة رئيس الوزراء قاطعة في هذا الاجتماع أنه لما يخلق هذا الرقم القومي لكل عقار سيكون هو الرقم الوحيد الذي يمكن يتعامل معه. أي رقم جهة بتتعامل به النهاردة من جهات الدولة بتتعامل به النهاردة مع المواطن هيتعاقب، لأنه المواطن مش معقول يتعامل مع جهة ألف برقم وجهة ب برقم وجهة جيم برقم، هو رقم واحد زي الرقم القومي بالضبط. هيعمم على كل جهات الدولة، وتعليمات دولة الرئيس كانت يعني قاطعة واضحة في هذا الأمر. سيادة الوزير، بنتكلم بنقول في خلال قد ايه، يعني وقت قد ايه اتكلمنا في هذا الامر النهارده نكون انجزنا هذه المهمه او هذا المشروع القومي؟ الرقم القومي للعقارات في خلال سنه 2021 ان شاء الله، بنهايه 2021 نكون السنه دي يعني باذن الله نكون خلصنا على مستوى مصر كلها. ان شاء الله يعني مع بدايه العام القادم ما عندناش بيت ملهوش بطاقه او رقم قومي. بالظبط، ما عندناش وحدة عقارية، ممكن تكون وحدة كشك عقارية في الشارع، كشك سجاير في الشارع هيكون له رقم قومي بغض النظر مسكونة أو لا. بغض النظر مسكونة أو لا، وأي كشك موجود عندي أيضا ليه رقم قومي لحد متر في متر يا فندم. يعني عندنا أصغر وحدة بناخدها متر في متر.
فمتر في متر دي ممكن يكون عليها كشك، ممكن يكون عليها اي وحده عقاريه، عشان كده قلت وحده مش عقار، وحده عقاريه ايا كان نوعها، استطيع ان انا ارصدها في قاعده البيانات دي. طيب احنا بنبدا في، اعتقد البيان النهارده بيتكلم على بورسعيد تقريبا في الجزء الاول، او هتكون هي النموذج الاولاني بالظبط يا فندم. احنا درجنا على يعني ان احنا نتخذ من بورسعيد دايما مشروع تجريبي في مشروعات الميكنه، ولا سيما لانه بالفعل في خلال الفتره الماضيه يعني حصل شغل كتير في محافظه بورسعيد في تدقيق قاعده البيانات الخاصه بالعقارات من خلال قواعد بيانات المرافق، وده كان عمل يعني مشترك لوزاره العدل وجهاز المركزي للاحصاء مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فالحقيقه بورسعيد احنا اوريدي يعني بالفعل قطعنا فيها شوط، هنكمل فيها عشان نقدر نظبط المنظومه في بورسعيد، ثم يبدا نشرها على التوالي في باقي محافظات الكهرباء. وزير عمرو طلعت بشكرك شكرا جزيلا. اذا الدوله خلاص بدات هذه المهمه، قال لك خلاص معانا نهاية هذا العام 2021 يكون كل بيت في مصر أي مساحة متر في متر، كشك في الشارع، في أي مكان له رقم قومي. قال لك الرقم القومي ده هو الحاجة الوحيدة اللي هيتم